السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات تعليم اللغة الألمانية. أنا آسف طبعا الغيبة طولت، أنا بقالي كتير أوي ما عملتش فيديوهات بس كنت أجازة وكان رمضان وكان أنا طبعا مش عايز أتحجج، بس أوعدكم إن شاء الله بعتذر وبوعدكم إن شاء الله دي مش هتتكرر. وأنا دلوقتي حاولت في فترة الأجازة دي كمان إن أنا أشوف برنامج أو أعمل منهجي، يعني أخلي الدروس دي منهجية بحيث يبقى أنت عندك كتاب بتذاكر منه جنب الدرس ماشي، وعندك منهج انت عارف انت هتدرس ايه او هتعمل ايه. فانا طبعا انا غيرت الكتاب وعملت جبت يعني كتاب جديد هنشتغل منه، لان هو ده الانسب اللي انا لقيته انسب ليكم في الوقت الحالي. الكتاب اسمه بيجيجنونج، كل اللي بيتابعني من المانيا هيقدر يشتريه، او سويسرا او النمسا، موجود طبعا في كل اوروبا، ممكن تطلبه او ممكن كمان تنزله بي دي اف للي بيتابعني من خارج المانيا. خلاص اسمه بيجيجنونج، احنا دلوقتي شغالين في بيجيجنونج اينس بلس اللي احنا شغالين منه دلوقتي. تمام، طبعا انا هستعين ببعض الكتب جنب ده، مثلا زي هوبا فورتشاتس اون جراماتيك ا1 من هوبا فرلاج، خلاص من هوبا فرلاج، او برضو هوبا ليزن اون سبريشن ا1 ماشي، وبرضو هوبا هيرن اون سبريشن ا1 ماشي. اللي مش هيعرف ينزلهم من على النت، اللي مش هيعرف يعني يشتريهم من المانيا او النمسا او سويسرا، يجيبهم منين؟ من على النت، موجودين بي دي اف، بس اكتب كده واكتب بي دي اف ونزلهم تورنت او نزلهم، هتلاقي طريقه ان شاء الله ماشي. انا طبعا مش عايز احط لك اللينكات بتاعتهم لان حقوق الطبع بتاعتهم محفوظه، فمش عايز اخش في مشاكل يعني مع الدور الناشئ دي. طيب احنا النهارده هنتكلم، نخش على طول، احنا وصلنا تقريبا لحد درس الاكل وانا مديتكم مره كلام مفصل عن الاكل. طيب النهارده احنا عندنا داس مينيو. داس مينيو، منيو يعني هو قائمة الأطعام. أنت لما تروح الريستوران المطعم بيديك داس منيو، داس منيو، أو الكلمة الألمانية بتاعتها اسمها ديش بايز كارت، ديش بايز كارت، داس منيو ديش بايز كارت. بتلاقي فيها إيه بقى دي؟ بتلاقي فيها أول حاجة كالت جريشت، كالت جريشت المأكولات الباردة، جريشت محكمة بس بتيجي معنا برضو إيه؟ وجبة ميل. كالت جريشت شبايزن، ممكن بدل ما تلاقي جريشت تقول كالت شبايزن، شبايزن يعني مأكولات. تمام، بعد كده عندك ممكن برضه تلاقيها في صورة فور شبايزن، فور شبايزن دي اللي هي المقبلات، المقبلات. تمام، ممكن تلاقي ايه بقى في الكالت جريشت دي؟ فيش بلاتة مت توست برود اند بوتا، فيش بلاتة يعني طبق من السمك مع خبز التوست والزبدة، فيش بلاتة مت توست بروت اند بوتر. تمام، ممكن تلاقي فيها ايه تاني؟ كيز تلا، بلاتا وتيلر تقريبا نفس الشيء، معناتهم طبق، معناتهم طبق او صح. خلاص كيز تلا صحن من الجبنه، مت وذ مع فايس بروت خبز ابيض ماشي، كيز تلا مت فايس بروت. ممكن تلاقي فيها ايه؟ ممكن تلاقي فيها شينكن بلاتا مت شفارتس بروت، شينكن بلات، شينكن ده اللي هو المرتديلا بتاعت الخنزير بيعملوها بشكل مدخن ماشي زي اللانشون كده، شينكن بلات ميت شفارتس بروت يعني طبق صحن من الشينكن مع الخبز الاسمر شفارتس بروت. تمام، ممكن تلاقي فيها جيمشت فور شبايز بلات يعني صحن، جيمشت يعني ميكس، خليط، خليط من الفور شبايز بلات ماشي. فورش بايز بلات دي هنسميها ايه؟ اللي هي المقبلات ماشي، مقبلات ميكس مختلطه. ممكن تلاقي فيها بقى ايه؟ بتلاقي في نهايه المنيو او الشبايز كارت بتلاقي ديسير، ديسير او ناخش، ناختش، ديسير او ناختش اللي هو ايه؟ الحلو. ممكن تلاقي فيه ايس متزعن، ايس متزعن يعني ايس كريم مع القشطه ماشي، ايس كريم مع الايه؟ مع القشطه. او ممكن تلاقي ابفل كوخن، ابفل كوخن اللي هو الكيك المعمول من او معمول بيه التفاح. او ممكن تلاقي ايس ميت فروشتن، ايس ميت فروشتن يعني ايس كريم ويز فروت ماشي، ايس بالفواكه. او ممكن تلاقي كمان اوبس كوخن يعني كيك مصنوع من الايه؟ الفاكهه. تمام، طيب بتلاقي بقى برضه فيها هاوبت جريشت، هاوبت جريشت دي يعني الوجبات الرئيسيه، الوجبات الايه؟ الرئيسيه. هينشن بتتقال دايما على الفراخ او الدجاج، هينشن بروست فلي يعني صدر الدجاج الفلي ماشي، فلي صدر الدجاج. او ممكن تلاقي لام فلي، لام ده اللي هو الخروف الصغير،
خروف صغير تمام اسمه لام لام فيلي. جفاين براتن من روت كول. روت كول ده اللي هو الملفوف الاحمر او الكرنب الاحمر. جفاين لحم الخنزير. براتن دي مقصود بيها قطع قطع يعني الهبر تمام هبر الخنزير مع الملفوف الاحمر. ريندر ستيك. ريندر ستيك الستيك المصنوع من لحم الريندر اللي هو لحم العجل. ميد بونن مع الفاصوليا ميد بونن تمام. عندك برات فوست. كلمه برات يعني معناته محمر معناته محمر. براتن براتن يعني حمر خلاص. برات فوست اللي هو ايه الهوت دوغ او النقانق المحمره مع الخبز ميد بروت. اوكي عندك بعد كده كوتلت. كوتلت ده اللي هي ريش. فين ريش بتاع الخروف؟ كوتلت متزلات تلا. كوتلت متزلات تلا يعني كوتلت ريش مع طبق صحن من السلطه. بعد كده ممكن يكون عندك برات هينشن يعني ايه دجاج محمر مع الخبز مع الرايس ميت رايس. برات هينشن ميت رايس خلاص. دي ممكن بعض الحاجات طبعا مش كل مش هقدر اجيب لك كل حاجه في المنيو. بعد كده ممكن تلاقي فارم كالت جترينك بتلاقيها برضو عليها. تلاقي كالت جترينك يعني مثلا المشروبات البارده زي بير او فاين او بتلاقي زفت كل انواع زفت ابل زفت اورانجن زفت اللي هو العصير. بتلاقي تي كافي كابوتشينو اونزو بايتها. بتلاقي برضو فيها ايه زوبن. زوبن يعني الشوربات انواع الشوربه المختلفه. جموز زوبه شوربه خضار. سويبل زوبه شوربه بصل. طماطم زوبه شوربه طماطم. ريند فلايش زوبه اللي هي شوربه اللحم العجل. او لينزن زوبه اللي احنا كلنا العرب بنحبها اللي هي شوربه العدس لينزن زوبه. بايلاجن. بايلاجن ممكن تلاقيها برضه على المنيو. بايلاجن دي مقصود بيها يعني ما هي ملهاش كلمه بالظبط بالعربي بس انت لما تروح مطعم مثلا بتقول له مثلا ايه المشويات دي بتتقدم مع ايه يعني هل بتتقدم مع بطاطس هل بتتقدم مع رز هل بتتقدم مع سلطه. اللي بتتقدم معاه ده اسمه بايلاجن خلاص. زي بوم بوم فريت لا تقولها بوم فريت لا تقولها بومس. لا تقولها بوم فريت لا اما تقولها بومس اللي هي البطاطس المقليه ماشي او رايس اللي هو الرز او برات كارتوفل. برات كارتوفل دي اللي هي بطاطا مقليه مش مقليه بطاطا محمره ماشي. ساعات بيسلقوها كده نص سل ويحمروها دي بيسموها برات كارتوفل. او شبنات اللي هي السبانخ. شبنات اللي هي السبانخ. ماذا تكون استفدت وتحضر نفسك دلوقتي. احنا دلوقتي خدنا المنيو في الفيديو اللي بعد شويه ان شاء الله هنتكلم بقى ازاي تطلب ازاي تروح المطعم وتطلب. خليكم معايا وما تروحوش اي حته واستناكم بعد شويه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم في الجزء الثاني من الحلقه اللي احنا لسه مبتدينها من شويه. دلوقتي بعد ما اتعرفنا على المنيو او الشبايز كارت اللي هي قائمه الاطعمه عايزين بقى نطلب ماشي. فانت دلوقتي ام ريستوران ام ريستوران في المطعم ماشي. انا دلوقتي عامل حوار ما بين الجارسون وما بين واحد جاست في المطعم فهيقول له ايه الضيف اللي هو في المطعم هيقول لي الزبون هيقول هير اوبا. هير اوبا اوبر يعني الجارسون. هير اوبر وير مشتن جيرن بشتيلن. هير اوبر وير مشتن جيرن بشتيلن يعني احنا نحب ان نطلب. بشتيلن يعني اوردر يطلب. اوكي بيتي شون بيتي شون واس بيكومن زي. بيتي شون واس بيكومن زي. بيكومن يعني يحصل على يتلقى يعني نعم حضرتك تطلب ايه او عاوزين ايه. هنا انا جبت لك الطرق المختلفه للطلب. ايش نيم فعل نيم يعني خذ وخدته في تصريف الافعال. هتقول له ايش نيم اين جموز زوب اند اين ريندستيك. ايش ترينك اينن فاين. ايش نيم اين جموز زوب اند اين ريندستيك. جموز زوب شوربه الخضار. ريندستيك اللي هو الستيك بتاع لحم العجل. ايش ترينك هشرب اينن فاين تمام. طب الامكانيه الثانيه عندك للطلب انك تقول له ايش مشت. مشت ده يعني عاوز للطلب المؤدب. ايش مشت اين فيش بلاته اند اينن زالاتلا. عاوز طبق سمك وطبق سلطه. فيش بلاته اند اينن زالاتلا. ايش ترينك اينن اورانجن زافت. ايش ترينك اينن اورانجن زافت واشرب عصير برتقال تمام. طيب ممكن الامكانيه الثالثه للسؤال او الطلب المؤدب بقى انك تقول ايش هيت جيرن. يبقى ايش نيم ايش مشت
Ich hätte gern. Ich hätte gern eine Bratwurst mit Pommes. Ich hätte gern eine Bratwurst mit Pommes. عايز نقانق مع البطاطس المقلية. Pommes. Ich trinke eine Cola. Ich trinke eine Cola. تمام؟ طيب ممكن تقول له ايه برضو تاني؟ Ich nehme. يبقى ich nehme. Ich möchte. Ich hätte gern. Ich nehme eine Pizza. Ich nehme eine Pizza. ممكن الجرسون يسألك يقول لك Was möchten Sie trinken? Was möchten Sie trinken? عاوز تشرب ايه؟ Ich trinke Mineralwasser. Ich trinke Mineralwasser. هشرب ميه معدنية. تمام؟ طيب في حوار تاني للطلب في المطعم. Herr Ober, ich möchte bestellen. Herr Ober, ich möchte bestellen. عاوز اطلب يا سيد الجرسون. Bitte schön, was bekommen Sie? Bitte schön, was bekommen Sie? Toll, ein Rinderfleischsuppe und ein Bratwurst. Eine Rinderfleischsuppe und eine Bratwurst. شوربة لحم العجل وبراتفورس دي اللي هي النقانق المحمرة. تمام؟ هيروح يرد عليك مثلا ممكن يقول لك ميت بروت اودا ميت بومس. ميت بروت عاوز الاكل ده مع الخبز ولا اودا مع البطاطس المقلية. تقول له ميت كارتوفل زلعت. ولا ده بقى ولا ده قال له ايه عايز سلطة البطاطا ميت كارتوفل زلعت. بعد كده ممكن يرجع يسألك الجرسون يقول لك ايه اوند جترينكه اوند جترينكه وبالنسبه للمشروبات واس مشتن زي ترينكن اوند جترينكه واس مشتن زي ترينكن يقول له اينه كولا بيتر اينه كولا بيتر. يرجع بعد كده بعد الجرسون بعد ما يجيب لك الاكل وكده يرجع يقول لك ايه زو هات اس جشمكت زو هات اس جشمكت يعني عجبك طعم الاكل هل طاب لك المذاق. ها هي دي معناتها كده بالظبط. زو هات اس جشمكت تقول له يا دانكه يا دانكه. بعد كده ممكن بقى هو يسالك يقول لك مشتن زي اين ديسير مشتن زي اين ديسير عاوز حلو ديسير او ناختش يقول له يا اين ايس ميت زانه بيت زانه يعني كريمه زانه يعني كريمه انا قلتها في الفيديو اللي فات يعني القشطه هي يعني الكريمه الكريمه اللي بيحطها لك فوق على الوش على وش الايس كريم. يا اين ايس ميت زانه بيت. اتمنى تكون انت كده تقدر تطلب في المطعم. خلاص دي الامكانيات المتعدده للطلب في المطعم. خليك معايا بقى عشان احنا ان شاء الله في الفيديو الجاي هنتعرف ازاي ان انت بعد ما طلبت وكلت ازاي ان شاء الله ايه تحاسب. اشوفكم بعد شويه. السلام عليكم.